إن الجهد الذي تبذله الدولة باستمرار لدعم نشاط التقييس قد لا يأتي بثماره إلا إن لم يتم استخدام المواصفات ذات الصلة بصفة آلية ودائمة من قبل جميع الفاعلين. وفي هذا السياق فإن وزارة الصناعة مستعدة للتعاون مع كل القطاعات وكل الهيئات من أجل بناء محيط خالي من الفساد لمؤسساتنا، وأننا في أتم الاستعداد لإمضاء اتفاقية في مجال ترقية وتكريس المساعي الرامية لمحاربة الفساد. الاتفاقية اللي اليوم وقعنا عليهم الأولى فيما يخص المسؤولية المجتمعية، أي لا إن آ إيزو 26000، وين مؤسسة الاستيطان حب توضح هاد المواصفة على مستوى المؤسسة حتى تصبح مؤسسة سيتويان، نطبي سيتويان. أما الاتفاقية الثانية فكانت فيما يخص في وضع نظام إدارة لمكافحة الفساد طبقا للمواصفة الجزائرية والدولية 37-1، وين المعهد الجزائري للتقييس راح يرافق سيطال في وضع هذه النظام على مستوى المؤسسة حتى يتحصل على الإشهاد بمطابقة طبقا للمواصفة الدولية 37-1.